جارتا اسمه سيكليمي السابق والتي تم معايتها بقرار الوزير سويت العمل في قبل الحكومة العالمية وطيب داخلها تبدل لذلك مرحة ديال الوزارة العالمية لتدخل في نموذج لكل في الاسم ديال المرشح العدد ديال الأعضاء هو تنصدر ديال العدد ديال الأوراق سويت وتنزل هو القدم ديال العمالة فبالتالي إذا ما كانش النتيجة ديال الناس يصوتوا للرئيس ماشي الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين معهم وفي الحالة ديال الجيش ديالنا عندنا 27 عضو دونك الأغلبية المطلقة هي 14 دونك إذا ما عندناش هذا الساق ديال 14 إذا تنضطروا نمشوا لدار ثاني ولا ما كانش فيها حتى هو الأغلبية المطلقة تجي انتخاب رئيس ونواب رئيس مجلس إقليم دار الدرب ولعل هذه اللحظة تحتم علي بدءا أن أشكركم على ثقتكم وعلى تكليفكم وتمنيا من العلي القدير أن يسدد خطواتنا جميعا وأن ييسر عملنا بما فيه الصالح العام. إخواني اسمحوا لي أن أتوقف عند مجموعة من الإشارات الأساسية الدالة بالنسبة إلينا كمسؤولين بمجلس إقليم دار الدرب. أولا لا بد أن ننوه بالمجهودات التي قام بها أخونا وصديقنا المشمول برحمة الله الرئيس السابق لمجلس إقليم وهي مناسبة لنترحم على روحه وندعو له بالمغفرة وحسن الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بعد وفاه المشمول برحمه الله الحاج احمد بن كرموس تم اليوم انتخاب رئيس مجلس اقليمي اللي هو عبد ربي محمد العربي اللي كنت كنشغل النائب الاول بعده. نتمنى ان شاء الله ان يكون يوفقنا الله في العمل ديالنا في هذا المدى الزمني اللي بقات. الحمد لله نشكر الله اولا ان تخلينا واحد مشكل كبير في الاقليم هو مشكل ديال الماء بعد تهطل هذه الامطار الخير في الاونه الاخيره. ومن طبيعه الحال من هذا المنبر كنشكر جميع الفرقاء السياسيين اللي الحمد لله يعني اتفقوا على 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 شخصي كرئيس ديال المجلس الاقليمي. وحنا راه الاشاره ديال الجميع لما يحب ويرضاه وتحت السده العاليه بالله كذلك من التعاون مع السلطات الاقليميه. وبهذا الحال عندنا انتظارات كبيره بالاقليم لان كلكم كتعرفوا الاقليم ديال ترون كيعيش واحد 50 جماعه كتعيش في هذا الجو الفقر ضمنها الان مشكل ديال الطرق ديال الماء والصرب. ولكن سنحاول ما امكن اننا نحاولوا نوفقوا بين جميع الفرق السياسيه فيما يخص المشاريع اللي كاينه. الان حنا عندنا واحد العمل شاق شويه اللي تقريبا عندنا واحد العدد ديال الانتظارات بهذه المدة الزمنية واحد العدد ديال المشاريع متوقفة واحد كل شيء متوقف الآن الآليات يعني السيارات يعني الصفقات العمومية المقاولون كذلك كيتسلوا واحد العدد ديال كاين 22 مقاولة اللي هي تقريبا الآن يعني باقي كتنتظر يعني الاستخلاص ديال الأعمال الليلة والأشغال ديال الرجال. بطبيعة الحال المجلس عنده انتظارات كبيرة لأن أولا فيما يخص إعادة هيكلة الإدارة فيما يخص التوافقات بين الفرقاء كذلك ونتمنى ان شاء الله ان يوفقنا لما يحب ويرضاه. سيد الرئيس واحد السؤال. نعم. واحد السؤال سيد الرئيس. نعم. الرحيل كان جميع التفاوضات عنده انتم واش غادي تعطيو تفاوضات النواب ديالكم ولا غادي شوف انا نقول لك يد واحده لا تصفق يد واحده لا تصفق هنا ما كاينش العمل يعني مشترك بغا ندير والو العمل الفردي ما عمره غينجح. انا سيرت انا في الشان المحلي من 1983 سيرت جماعات وكنت من الجهه وكنت في واحد العدد ديال الامور مع عمري كان عندي العمل الفردي. الا ما كان العمل الجماعي الجماعي ما غندير والو. كل واحد في النواب كل حسب اختصاصه غتكون عنده تفويض لكل مهمه من المهام. وطبيعه الحال حنا قررنا ان نديروا اجتماعات ديالنا ان ندير واحد برامج الاجتماعات ديالنا كذلك مع اللجان مع واحد العدد ديال الامور مع كل شيء
لا الاغلبيه ولا والحمد لله راه دوزتو ما كاين لا اغلبيه لا معارضه يعني كلشي الحمد لله كان تصويت. وحنا العمل ديالنا اللي شوف انا نقول لك راه الرئيس اللي كيقلق المشاكل هو اللي كيدير كلشي بوحدو، ولكن اللي كتستشر مع الناس وكيتعلى الناس وكتعطي الراي ديال الناس يعني ما خاب من استشار. فهمت الاستشاره هي كلشي، يمكن عندك راي ديالي يكون صايب ولا ما صايب، ولكن على الاقل كنكون انا فراسي. وانا مع عمر كان عندي البيرو ديالي مسدود ابدا، فهمت النوع ديال الحمد لله ان هذا هو العمل ديالي انا منذ 1983. الاخوان راه كيعرفونا في الجهه في البلد ديال ولاد تيما ملي كنا في جامعه سيدي بوموسى، انا ما عنديش ذاك الفرق ما عندي لا سيبر ولا اوردينار. العمل جاد الوقت وني دي زامي على برا، ولكن في العمل ما تعرف. كما كان مسؤولا ملتزما بمهامه والتي يخصص لها الحيز الاكبر من وقته، فقد كان يتميز بالانصاف لجميع الفرقاء سواء كانوا منتخبين مجتمع مدني او غيرها من الفعاليات، كما كان يصبو دائما الى تحقيق التوازنات بين جميع مكونات المجلس الاقليمي. وما ادل على ذلك عند جل مقررات المجلس يتم بالتصويت عليها بالاجماع. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.